اصدقائي عم طلع عليكم انا وريمبو بيوم جديد واكيد تحديات جديده، ومثل ما عودناكم دائما يوميا ريمبو بخبر لكم كثير من المعلومات القيمه، وكل المطلوب منكم تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس بكره وتكونوا من بين الرابحين. اصدقائي اليوم اخر فرصه لكم لحتى تشاركوني اتصالاتكم وتفكروا كثير منيح. هديتنا هذا الاسبوع مقدمه من فوج تاون، وهي عباره عن جوله سياحيه باماره الفجيره بقيمه 1600 درهم تشمل وجبه الفطور والغداء والمواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول عنصر كيميائي له أهمية حيوية كبيرة جداً لاستمرار الحياة على سطح الأرض، فهو أساس عملية التنفس الخلوي عند الإنسان والحيوانات، كما يدخل في عملية تركيب الضوء عند النبات، بالإضافة إلى ذلك فهو أساس عملية الاحتراق، كما يساهم في عمليات التآكل. ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ رح كرر عليكم أصدقائي، لون البرتقالي كان بيقول عنصر كيميائي له أهمية حيوية كبيرة جداً لاستمرار الحياة على سطح الأرض، فهو أساس عملية التنفس الخلوي عند الإنسان والحيوان، كما يدخل في عملية تركيب الضوء عند النباتات، بالإضافة إلى ذلك فهو أساس عملية الاحتراق ويساهم في عمليات التآكل. ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، لازم كلكم تجاوبوا كلكم تعرفوا الإجابة الصحيحة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ آمنة أحمد من الفجيرة. أهلا وسهلا آمنة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب عرفتي؟ نعم. شو؟ الأكسجين. أنت لحالك عرفتي ولا في حدا ساعدك وقال لك؟ في حد ساعد. عمتي. الله يحفظها وشكرا لمشاركتك آمنة، أخذت إجابتك الأكسجين، إن شاء الله تكون صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، سامعكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ موزة أحمد. أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ أهلا، الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني صديقتي شو الجواب؟ الأكسجين إن شاء الله. متأكدة؟ إن شاء الله. شكراً إلك، أخذت جوابك إن شاء الله يكون صحيح وتقدر تكوني من بين الرابحين معنا. أصدقائي بدي أذكركم كمان مرة إنه اليوم فرصتكم الأخيرة للمشاركة لتدخلوا معنا السحب بكرة نهار الخميس وتقدر تكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد وبنقول ألو. أهلا وسهلا حورية، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ الأكسجين. أكيد. أكيد. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يا ترى مين لسه رح يشاركنا من الاصدقاء؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم لحتى تكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب وتكونوا من بين الرابحين. رح ارجع اكرر عليكم، اللون البرتقالي كان بيقول ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو اساس عمليه التنفس؟ فكروا يا اصدقائي وشاركوني اجاباتكم. رح ناخذ اتصال ونقول الو. 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 مرحبا، مين معي؟ فاطمه نبعث. اهلا وسهلا فيك فاطمه. الجواب هو اكسجين. متاكده؟ متاكده. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني من بين الرابحين معنا. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركنا اتصال جديد ومنقول الو. الو. اهلا وسهلا صديقتي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ الاكسجين. مساعده ولا بدون؟ بدون. طيب حليمه قولي لي، فاطمه رح تشاركنا كمان؟ ايه. يلا تمام. الو. الو. مرحبا فاطمه، كيفك؟ مرحبتين، الحمد لله. الحمد لله، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ اكسجين اوتو. اكيد؟ أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم الأكسجين. يا ترى يا أصدقائي إجاباتكم صحيحة أو لا؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال، بس أنتم لازم تستغلوا الوقت وتكثفوا اتصالاتكم قبل ما ينتهي الوقت. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سعيد أحمد. أهلا وسهلا سعيد، خبرني عرفت شو الجواب؟ الأكسجين. أكيد.
طب قلي في حد عم يساعدك؟ نعم. مين؟ أختي. الله يخليها وشكرا لمشاركتك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو ألو. ألو. مرحبا نورة. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ أنا أختي. شكلك متأكدة صح؟ صح. شكرا لك نورة، أخذت إجابتك يا صديقتي، إن شاء الله تكون صحيحة وتقدر تكوني أنت كمان من بين الرابحين. أصدقائي بدي أذكركم هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء وكمان المواصلات. كتبوا اتصالاتكم وخصوصا أصدقائنا اللي من برا الإمارة لحتى تتعرفوا على جمال إمارة الفجيرة وتقدر تكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد ومنقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ نوفل. أهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني منين عم تحكينا؟ شارقة. من الشارقة، أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا الموجودين بالشارقة، خبريني شو جوابك عرفتي؟ الأكسجين. أكيد. أكيد. شكرا لمشاركتك صديقتي، اكيد لتعرفي اذا جوابك صح او خطا لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ بليمان امين. اهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني سليمان شو جوابك؟ الاكسجين. اكيد. اكيد. شكرا لمشاركتك صديقي، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال، للاسف بدا العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا أصدقائي كان بيقول ما هو العنصر الكيميائي الذي لا نستطيع الاستمرار بدونه وهو أساس عملية التنفس، والجواب أكيد صح الأكسجين. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتهم كانت صحيحة، وريمبو لسه مخبي معلومات لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا، تكونت نتيجة تصدع حدث للبحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاث جهات، وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأحمر كان بيقول هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا، تكونت نتيجة تصدع حدث للبحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاث جهات، وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم، ومين رح يكون أول أصدقاء المشاركين؟ أكيد رح نعرف ونقول ألو. ألو ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ أمنة أحمد. أهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني شو جوابك؟ شلون شو؟ الجزيرة العربية. مو شبه الجزيرة العربية؟ ها؟ صح؟ شبه الجزيرة العربية؟ هي. شكرا لك أمنة، أخذت إجابتك يا صديقتي، إن شاء الله تكون عفوا، إن شاء الله تكون صحيحة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني صديقتي شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. أكيد؟ أكيد. طيب قولي لي فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. أوكي. فاطمة. ألو. أهلا وسهلا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. أكيد صح؟ أكيد. عفوا، شكرا لكم حليمة وفاطمة، وشكرا لمشاركتكم معنا، أخذت إجاباتكم شبه الجزيرة العربية. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مؤيد الأمين. أهلا وسهلا فيك مؤيد، خبرني كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، اللي مؤيد شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. شكرا لك صديقي، أخذت ممكن إجابتك. ممكن أشارك؟ أكيد طبعا ممكن. ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا فيك سارة، خبريني شو جوابك؟ الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية صح؟
أيوة. أوكي رح أخذ إجاباتكم أصدقائي ورح أخبركم شو الجواب الصحيح يا أصدقائي. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ أصدقائي رح خبركن أكيد الجواب الصحيح بس بعد هذا البريك. خليكن موجودين معنا وأبداً لا تغيروا. رح نطلع بريك صغير ونرجع. بعتذر منكن أصدقائي طرينا نطلع بريك مفاجئ بس أكيد نحن راجعين لحتى نكمل تحدياتنا ونعرف ريمبو شو مخبي. بس يمكن هذا الشيء فادنا لأنه فرصتكن صارت أكبر ورح أرجع عدلكن السؤال وأكيد بتقدروا ترجعوا تشاركوا معنا. سؤالنا كان بيقول ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ أكيد بعض الأصدقاء شاركوني وكان جوابهم شبه الجزيرة العربية. أنتوا كمان بتقدروا تشاركوني من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم. يا ترى مين أول أصدقاء كمان رح يرجع يعرف الجواب ويشاركنا؟ فكروا كتير منيح لحتى أنا وياكم نقدر نعرف ما هي أكبر شبه الجزيرة في العالم. أصدقائي لا تنسوا تكتفوا اتصالاتكم، اليوم هو اليوم الأخير لمشاركاتكم معنا لحتى نعرف مين الرابح بكرة نهار الخميس. رح أعطيكم شوية معلومات. هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا، تكونت نتيجة تصدع حدث للبحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاث جهات وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ رح نعرف وناخذ اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ سارة أحمد. أهلا وسهلا فيك سارة، خبريني شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. في حدا ساعدك؟ عمتي. شكرا لها وشكرا لمشاركتك سارة. مين لسه رح يعرف الجواب يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح وخبروني إجاباتكم. أكيد أنا وياكم رح نعرف الجواب الصحيح بس لما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ أغلب الإجابات أصدقائي عم بتكون شبه الجزيرة العربية أو كل الإجابات، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف مع نهاية الوقت المخصص. فكروا كتير منيح وإذا ما كنتوا بتعرفوا الإجابة أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل. أصدقائي جائزتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون وهي عبارة عن جولة سياحية لإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف؟ اتصال جديد وبنقول ألو. ألو أهلا وسهلا. مين معي؟ مين معي؟ منذر أحمد. أهلا وسهلا فيك من جديد صديقتي، خبريني شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. أكيد أكيد إن شاء الله. شكرا لك موزة، أخذت إجابتك شبه الجزيرة العربية. واتصال جديد منقول ألو. ألو أهلا وسهلا زينب، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني صديقتي شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. أكيد أكيد. طيب زينب قولي لي في حدا كمان رح يشارك؟ أيوه. يلا تمام. ألو أهلا وسهلا وعد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك صديقتي؟ شبه الجزيرة العربية. مين عرف بالأول، أنت ولا زينب؟ أنا. برافو عليك وشكرا لمشاركتك وعد، أكيد شكرا لزينب. أصدقائي أخذت إجاباتكم شبه الجزيرة العربية صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف بس معنا اتصال جديد وبنقول ألو. ألو 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 أصدقائي ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ ميرا. أهلا وسهلا فيكي ميرا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ شبه الجزيرة. طيب ميرا قولي لي في حدا عم يساعدك؟ شو؟ ماما. الله يحفظها وشكرا لمشاركتك صديقتي، اخذت اجابتك شبه الجزيرة العربية. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو الو. مرحبا، مين معي؟ سارة الأمين. أهلا وسهلا فيك سارة، خبريني شو جوابك؟ شبه الجزيرة العربية. عادي علي شارك؟ أكيد طبعا عادي. ألو مرحبا علي، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ شبه الجزيرة.
شكرا لكم سارة وعلي، أخذت إجاباتكم أصدقائي. مين لسه رح يعرف الجواب؟ اتصال جديد وبنقول ألو. ألو ألو سيف. سيف أهلا وسهلا سيف، كيفك؟ شبين الحمد لله. خبرني سيف شو جوابك؟ الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية صح؟ أنا من أصحاب الهمة. أنا من أصحاب الهمة. أهلا وسهلا فيك صديقي، شكرا لمشاركتك معنا، أنا أخذت إجابتك وإن شاء الله دايما بتشاركنا أنا وريمبو. بتمنى تكون صديقنا الدائم وتكون من بين الرابحين معنا يا سيف. مين لسه رح يشاركنا يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح، شاركوني إجاباتكم لحتى نعرف شو الجواب الصحيح ونقدر أنا وياكم نعرف ريمبو شو مخبيلنا كمان لليوم. أصدقائي، ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم؟ فكروا منيح، وإذا ما عرفتوا الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل. هي منطقة جغرافية تقع جنوب غرب آسيا، وتكونت نتيجة تصدع حدث البحر الأحمر منذ أكثر من 23 مليون سنة. تسمى بشبه الجزيرة لأنها محاطة بالمياه من ثلاث جهات، وتعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ هنية محمد. أهلا وسهلا، أعطيني جوابك. شبه الجزيرة العربية. أكيد أكيد، شكرا لمشاركتك صديقتي. للأسف أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا، بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وبلشنا نخسر الوقت. 3 2 1 وانتهى الوقت. أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هي أكبر شبه جزيرة في العالم، والإجابة شبه الجزيرة العربية. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول هي حشرة جميلة تتكون دورة حياتها من 4 مراحل مختلفة، وهي البيضة واليرقة والشرنقة، ومن ثم تتطور لتصبح بشكلها النهائي، وتكثر في فصل الربيع في الغابات والبساتين والحقول، وتتغذى على رحيق الأزهار وسوائل النباتات، ويصل عدد أنواعها إلى أكثر من 20,000 نوع. ما هي الحشرة الجميلة التي تكثر في فصل الربيع وتتغذى على الأزهار والنباتات؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول هي حشرة جميلة تتكون دورة حياتها من 4 مراحل مختلفة، وهي البيضة واليرقة والشرنقة، ومن ثم تتطور لتصبح بشكلها النهائي، وتكثر في فصل الربيع في الغابات والبساتين والحقول، وتتغذى على رحيق الأزهار وسوائل النباتات، ويصل عدد أنواعها إلى أكثر من 20,000 نوع. ما هي الحشرة الجميلة التي تكثر في فصل الربيع وتتغذى على الأزهار والنباتات؟ رح نعرف أول جواب ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ زايد الأمين. أهلا وسهلا فيك زايد، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبرني صديقي شو جوابك؟ الفراشة. متأكد؟ متأكد. شكرا لك زايد، أخذت إجابتك صديقي، إن شاء الله تكون صحيحة. الفراشة، ترى صح أو خطأ أكيد رح نعرف بس مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو أهلا وسهلا صديقتي، خبريني حليم، عرفتي شو الجواب؟ شو؟ الفراشة. متأكدة؟ متأكدة. تحبيها ولا بتخافي منها؟ بحبها. طيب حليمة، قولي لي فاطمة رح تشارك؟ كي. يلا تمام. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ فراشة. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة، اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ سلمى. أهلا وسهلا سلمى، كيفك اليوم؟ الحمد لله. زمان كتير ما تواصلتي معنا، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الفراشة. أكيد؟ أكيد. شكرا لمشاركتك سلمى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أصدقائي زايد وحليمة وفاطمة وسلمى شاركونا وكانت إجاباتهم الفراشة يا ترى صح أو خطأ، أكيد رح نعرف بس أنتوا كمان بتقدروا تشاركوني من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد وبنقول ألو.
ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ بوزة هبد. أهلا وسهلا فيك من جديد صديقتي، خبريني شو جوابك؟ بترفلاي دبل شاين. طب ما بتعرفي شو بالعربي؟ فراشة. فراشة أكيد؟ أكيد. شكرا لك صديقتي، أخذت إجابتك الفراشة، إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا ويخبروني إجاباتهم؟ فكروا كتير منيح. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ سعيدة أحمد. أهلا وسهلا فيك من جديد صديقي، خبرني شو جوابك؟ ها؟ الفراشة. أوكي، في حدا رح يشارك صح؟ ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا فيك آمنة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الفراشة. متأكدة؟ شكرا لكم، شكرا لكم سعيد وامنة، اخذت اجاباتكم اصدقائي. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ ليلى. اهلا وسهلا زينب، خبريني بكل حماس شو جوابك يلا. شكرا لك صديقتي، قولي لي وعد رح تشارك؟ ايوه. يلا تمام. الو. اهلا وسهلا وعد، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الفراشة. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لكم زينب ووعد، أخذت إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا كان بيقول ما هي الحشرة الجميلة التي تكثر في فصل الربيع وتتغذى على الأزهار والنباتات؟ فكروا كثير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم حتى أنا وياكم نقدر نعرف شو الجواب الصحيح. لسه معنا شوية وقت، أكيد بتقدروا تستغلوه وتتصلوا فينا. لا تنسوا هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوجدان، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سلامة. أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ فراشة. متأكدة؟ شكرا لك صديقتي، اخذت اجابتك ان شاء الله تكون صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي، ما هي الحشره الجميله التي تكثر في فصل الربيع وتتغذى على الازهار والنباتات؟ فكروا اصدقائي وشاركوني اجاباتكم، واكيد اذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب تقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم، لهيك تقدر تكون فرصتكم اكبر لما تجاوبونا ويكون الجواب صحيح. أصدقائي لا تنسوا اليوم فرصتكم الأخيرة بالمشاركة معنا لحتى نعرف أنا وياكم بكرة مين نجم الأسبوع القادم ومين رح يكون الرابح. يلا يا أصدقائي رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سيف أحمد. أهلا وسهلا فيك صديقي سيف، خبرني شو جوابك؟ الفراشة. متأكد؟ متأكد. برافو عليك، شكرا لمشاركتك سيف، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدأ العد التنازلي وللأسف انتهى الوقت يا صديقي. سؤالنا كان بيقول ما هي الحشرة الجميلة التي تكثر في فصل الربيع وتتغذى على الأزهار والنباتات؟ والجواب صح، الفراشة. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هو قائد وحاكم عسكري، كان حاكما لفرنسا وملكا لإيطاليا وإمبراطورا للفرنسيين. ولد في جزيرة كوروسيكيا، وهو من عائلة تنتمي لطبقة أرستقراطية تمتد جذورها لإحدى عائلات إيطاليا الراقية القديمة، وهو أول من أدخل الطباعة على مصر أثناء حملته عام 1798 ميلادي. من هو القائد الفرنسي الذي أدخل الطباعة إلى مصر أثناء الحملة الفرنسية عام 1798 ميلادي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول هو قائد وحاكم عسكري، كان حاكما لفرنسا وملكا لإيطاليا وإمبراطورا للفرنسيين.
ولد في جزيرة كوروسيكيا وهو من عائلة تنتمي لطبقة أرستقراطية تمتد جذورها لإحدى عائلات إيطاليا الراقية القديمة، وهو أول من أدخل الطباعة على مصر أثناء حملته عام 1798. من هو القائد الفرنسي الذي أدخل الطباعة إلى مصر أثناء الحملة الفرنسية عام 1798 ميلادي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، وإذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم كمان من جوجل. يا ترى ما اسم أول قائد، ما اسم مو أول قائد، هو قائد فرنسي أدخل الطباعة إلى مصر أثناء الحملة الفرنسية عام 1798؟ رح أخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا حليمة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ يا عرفت. شو؟ نابليون بونابرت. بونابرت صح؟ بونابرت. طيب قولي لي حليمة، في حدا ساعدك؟ أمي الله يحفظها يا رب. طيب فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو ألو، أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ نابليون بونابرت. أكيد؟ أكيد. شكرا لكم حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم نابليون بونابرت، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية هذا الوقت، ورح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ صالحة. أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا الحمد لله بخير. خبريني يا صديق، تعرفتي شو الجواب؟ نعم. شو؟ نابليون. أكيد. ساعديني. لا يعني كوني متأكدة، شو رأيك؟ أوكي متأكدة. أوكي شكرا لمشاركتك صديقتي، أخذت إجابتك إن شاء الله تكون صحيحة. يا صالحة، مين لسه من أصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. ألو ألو، مرحبا، مين معي؟ سعيد. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني صديقي شو جوابك؟ نابليون. ما بتعرف الاسم الكامل؟ عادي عادي اختارك. اوكي تمام عادي. الو، مرحبا، آمنة صح؟ نعم. اهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ نابليون. شكرا لكم اصدقائي، سعيد وآمنة، اخذت اجاباتكم نابليون بونابرت. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح اصدقائي وشاركوني اجاباتكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو، اهلا وسهلا زينب، خبريني شو جوابك؟ نابليون بونابرت. طيب زينب قولي لي كيف عرفتي الجواب؟ لحالي. لحالك؟ ولا من جوجل ولا مساعدة؟ لا. برافو عليكي. طب زينب قولي لي، وعد رح تشارك؟ ايوه. يلا تمام. الو، اهلا وسهلا وعد، خبريني صديقتي شو جوابك؟ لا، نابليون. نابليون بونابرت صح؟ صح. شكرا لكم زينب ووعد، اخذت اجاباتكم صديقاتي، اتصال جديد وبنقول الو. الو، اهلا وسهلا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا سليمان، خبرني شو جوابك؟ نابليون. أكيد؟ أكيد. شكرا لمشاركتك سليمان، أخذت إجابتك، إن شاء الله تكون صحيحة وتقدر تكون من بين الرابحين معنا. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو. ألو ألو، مين معي؟ ميرا. أهلا وسهلا ميرا، خبريني شو جوابك؟ شو ميرا؟ سلامة. ميرا ولا سلامة؟ سلامة. سلامة، أهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ نابليون. نابليون صح؟ تعرفي الاسم الثاني ولا لا؟ لا. طيب شكرا لك سلامة، أخذت إجابتك. أنا مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال رح خبركم الاسم الكامل، بس رح ناخذ هلأ اتصال جديد ونقول ألو. الو، مرحبا، مين معي؟ موزة احمد. اهلا وسهلا فيك من جديد صديقتي، خبريني شو جوابك؟ نابليون بونابرت. اكيد صح.
سامح. شكرا لك وشكرا لمشاركتك يا صديقتي. مين لسه من اصدقائي رح يعرف الجواب ويشاركونا؟ اصدقائي استغلوا الوقت واتصلوا فينا قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال لحتى انا وياكم نقدر نعرف من هو القائد الفرنسي الذي ادخل الطباعه الى مصر اثناء الحمله الفرنسيه عام 1798. ترى مين يا اصدقائي؟ فكروا كثير منيح، رح خبركم عنه شويه معلومات. هو قائد وحاكم عسكري كان حاكما لفرنسا وملكا لإيطاليا وإمبراطورا للفرنسيين. ولد في جزيرة كوروسكيا وهو من عائلة تنتمي لطبقة أرستقراطية تمتد جذورها لإحدى عائلات إيطاليا الراقية القديمة، وهو أول من أدخل الطباعة على مصر أثناء حملته عام 1798. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ رنيم. اهلا وسهلا فيكي رنيم، خبريني بسرعه شو جوابك. نابليون. شو؟ نابليون. شكرا لك رنيم، قدرت اخذ اجابتك وانت كنت اخر المتصلين معنا. للاسف اصدقائي انتهى الوقت، وسؤالنا كان بيقول من هو القائد الفرنسي الذي ادخل الطباعه الى مصر اثناء الحمله الفرنسيه عام 1798، والجواب نابليون بونابرت. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومة بس بعد هذا البيك. ورجعناكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا وفرصتكم الأخيرة لحتى تشاركوا معنا وتكتفوا اتصالاتكم لتقدر تدخلوا معنا السحب بكرة نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج داون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس وأقرب الكواكب إلى الأرض، كما يصنف إنه أحد الكواكب الصخرية، يطلق عليه لقب توأم الأرض وذلك لوجوه شبه كبير بينه وبين كوكبنا. كانت أول زيارة له الزهرة في عام 1962. ما هو اسم الكوكب الملقب بتوأم الأرض؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس وأقرب الكواكب إلى الأرض، كما يصنف أنه أحد الكواكب الصخرية ويطلق عليه لقب توأم الأرض وذلك لوجود شبه كبير بينه وبين الأرض. كانت أول زيارة له عام 1962. ما اسم الكوكب الملقب بتوأم الأرض؟ فكروا أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا فيكي سارة من جديد، خبريني عرفتي الجواب؟ أيوة. شو؟ الزهرة. في حدا ساعدك؟ إيه. مين؟ عمتي. الله يحفظها وشكرا لمشاركتك يا سارة. أخذت إجابتك كوكب الزهرة، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد أصدقائي رح نقدر نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. ما اسم الكوكب الملقب بتوأم الأرض؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب وتقدر تكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو، أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو جوابك؟ الزهرة. مساعدة ولا بدون؟ بدون أبي. طيب حليمة قولي لي، فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو؟ ألو ألو صديقتي، خبريني شو جوابك؟ زهرة. أكيد؟ أكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ ريان. أهلا وسهلا فيكي ريان، منين عم تحكينا وعارفيني عن حالك؟ قولي لي قد عمرك؟ أنا 7. العمر كله. طيب من أي إمارة عم تحكينا؟ شارقة. أهلا وسهلا فيكي يا صديقتي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ زهرة. زهرة صح؟
ها؟ شكرا لمشاركتك ريان. لازم تعرفي لحتى تعرفي جوابك صح او خطا لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وانا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمه. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ مؤيد رميد. اهلا وسهلا فيك صديقي، اللي شو جوابك؟ الزهرة. اكيد اكيد. شكرا لك مؤيد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من اصدقائي رح يعرف الجواب؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم لحتى انا وياكم نقدر نعرف شو الجواب الصحيح. ولا تنسوا وهي فرصتكم الاخيره لتدخلوا معنا السحب بكره نهار الخميس. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ زينب. اهلا وسهلا فيك زينب. اكيد زينب، يعني كيف بنسى صوتك؟ خبريني شو جوابك. الزهرة. اكيد اكيد. طيب زينب، وعد حتشارك؟ اكيد. يلا تمام. الو، اهلا وسهلا وعد، خبريني يا صديقتي شو جوابك. الزهرة. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لكم صديقاتي زينب ووعد، اخذت اجاباتكم ان شاء الله تكون صحيحه وتقدروا تكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد وبنقول الو. الو، مرحبا رنين، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك. الزهرة. لحدا ساعدك؟ لا، اعرف لحالي. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك يا صديقتي، ان شاء الله يكون جوابك صحيح. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ هنية. اهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني من وين تحكينا؟ من الفجيرة. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا الموجودين بإمارة الفجيرة. اللي لا عرفتي شو الجواب؟ نعم، كوكب الزهرة. ممكن اختي تشارك؟ اكيد طبعا ممكن. لحظة. الو، مرحبا، مين معي؟ صالحة. اهلا وسهلا فيك صالحة، خبريني شو جوابك؟ كوكب الزهرة. أكيد؟ أكيد. شكراً لكم صديقاتي هنية وصالحة، أخذت إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. عفواً أصدقائي، مين لسه من أصدقائي رح يشاركنا؟ فكروا كتير منيح وخبروني إجاباتكم. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ ميرا. أهلا وسهلا ميرا، خبريني جوابك. زهرة. شكرا لك صديقتي، قدرت اخذ اجابتك واخيرا الزهرة ان شاء الله تكون صحيحه. مين لسه من اصدقائي رح يشاركنا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب بكره. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ موزة. اهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني شو جوابك. الزهرة ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدر تكوني من بين الرابحين معنا. اصدقائي، ما بعرف اذا لسه معنا شويه وقت نقدر ناخذ اتصالات، للاسف بدا العد التنازلي وراح ينتهي الوقت. 4 3 2 1، انتهى الوقت للاسف اصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما اسم الكوكب الملقب بتوأم الارض، والجواب كوكب الزهره. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كلها كانت صحيحه. انا وريمبو خلص مشوارنا معكم لليوم، بس لا تنسوا ابدا تحضرونا بكره لنخبركم معلومات وانا وياكم نقدر نعرف مين نجم الاسبوع. هلا صار لازم نقول لكم باي باي.